السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تحياتي ليكم يا جماعه، تحياتي لكل الناس المشتركه معانا ومنورانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب ومدوج زمنور وتدريب كلاب البحيره، زي ما عودناكم بكل جديد في جديد. يا رب حلقاتنا تفيدكم ويا رب حلقاتنا تعجبكم وتستفادوا ولو ب 5% من المعلومه. طبعا ناس كتير الحمد لله دلوقتي بتستنى حلقاتنا عشان تدور على الاستفاده وتشوف السؤال بتاعها اللي هي بتكتبه لنا في التعليقات، يا ترى ترد عليه ولا لا، ويا ترى ايه الرد الصحيح للمشكله اللي عند حضرتك. طبعا يا جماعه في معانا مشاكل بتقابلنا على اليوتيوب من الناس المشتركين معانا، بيبقى مربي كلب وفي اي مشكله في التربيه طبعا بيعرفنا وبيسال عن المشكله دي، فاحنا بنحاول نرد عليه، فيا رب نكون احنا بنفيده. اول حاجه من عبد الله محمد، بس قبل ما نتكلم عنك يا عبده هنتكلم عن موضوع المسابقه. يا جماعه الناس اللي بتسال عن المسابقه، المسابقه شغاله تمام التمام. في ناس خطا كتير، في ناس خطا في المسابقه كتير، في ناس بتكتب اللي تم المشاركه على جروب كذا وهو اساسا ما شاركش، تمام. في ناس كتير بتعمل الحركه ديت، بيكتب تم المشاركه على جروب كذا ما شاركش. في ناس بتشارك والجروب بيبقى معلق المشاركه، طبعا دي احنا بنبقى متابعينه برده وواقفين معاه، تمام. في ناس بيبقى اسمها بالانجليزي وبتشارك، يعتبر مبدا مرفوض. في ناس بتكتب تم مشاركه الفيديو وما بيكتبش حرف الاتش ولا بيكتب رقم المشاركه، مبدا مرفوض، تمام. طبعا في اخطاء كتير احنا هنتكلم عنها بعدين، واحنا واخدين حريه او مساحه لحد يوم الخميس باذن الله هنتكلم عن المسابقه، وهتكون كمان في مفاجاه جديده باذن الله هنتكلم عنها يوم الخميس، وهنخش في مسابقات لسه كمان وكمان. نرجع بقى لعبد الله ونشوف السؤال بتاع الاخ عبد الله اللي بيتكلم فيه. بيقول لي انا الكلب عندي من اول ما جبته وهو بيعمل اسهال وهو ريحه الفم وحشه. طبعا يا عبد الله ده معناه ان الكلب عنده ميكروب في المعده، معنى ان ريحه الفم الحاجه الوحيده اللي بتعمل اخراج لريحه المعده هو الفم، تمام. طبعا ده لو ما كانش فيه براز وخروج عن طريق فتحه الشرج، فطبعا ريحه الفم دي اقرب حاجه للمعده بتطلع الميكروب والكلام ده كله، تمام. طبعا ده معناه ان الكلب فيه عفونه في معدته. اهم حاجه ان انت تهتم بالكلب في المعده وتحاول ان انت تديله كل اسبوع حبيتين برشام انتينال، ده الانتينال ده مطهر معوي هينضف لك معده الكلب ومش هيبقى فيه الموضوع ده خالص، تمام. وموضوع الاسهال برضه هو الانتينال ده هيظبط لك الدنيا من ناحيه الحاجات دي. السؤال اللي بعد كده من زياد، بيقول لو سمحت يا كابتن، انا زياد من المنصوره، كتبت السؤال على فيديوهات كتيره. انا عندي انتهى جيرمان حامل ودانها نايمه والجراوي ممكن تطلع ودانها واقفه هي عندها سنه. بص يا زياد، ما تحكمش على الجراوي من ودان امهم، او ما تحكمش على الجراوي من شكل امهم. ممكن الجراوي تطلع ودانها واقفه لان طبعا الام ممكن تكون سبب ودانها النايمه دي، بيبقى نقص كالسيوم، نقص فيتامينات، نقص حاجات زي دي. فانت طبعا مش معقوله حتى انك سايب الجراوي على نفس النقص او نفس المشكله اللي الام عانت منها وهي صغيره. فموضوع الودان ده يا جماعه بيبقى من الصغر اساسا، ما بيبقاش الكلب لما بيكبر. الكلب لو كبر ودانه واقفه عمرها ما بتنام تاني خلاص، تمام. لك ما يوصل للسبع ثمان شهور عمر الودان ما بتنام تاني. لكن المشكله اساسا في التكوين الغذائي بتاعه من صغره. ان ما كنتش نهتم بالتكوين الغذائي، ان ما كنتش نهتم بالرعايه، ان ما كنتش نهتم بودان الكلب وهو صغير. موضوع الدعامه يا جماعه ما ينفعش ان انت تيجي عند سبع شهور او ثمان شهور تتكلم في موضوع دعامه. لازم الدعامه ديت عند ثلاث شهور ونص نبدا. لو انا حسيت ان ودن الكلب مش هتقف او ضعيفه او مرتخيه كتير عن الوضع اللازم، يبقى لازم ان انا نعمل دعامه للكلب في عمر 3 شهور ونص، ونبدا ان انا نقوي مع الدعامه ديت فيتامينات، ونبدا نقوي بالكلام ده كله زي الحقن الديبوفيت والحاجات دي. طيب يا كابتن، احنا لو ما عملناش دعامه وادينا لبن وبيض والودن نايمه، ده انا ما بقترحش بيه. لازم تعمل دعامه علشان الودن تنتصب ويبدا الشريان ما ياخدش شكل الكسره بتاعته، يبدا يبقى واقف، تمام. مع طبعا اكتمال النمو ومع الغذاء طبعا ده بيفيدني في وقفه ودان الكلب. الحاجه الثانيه يا جماعه ان اغلبيه الكلاب بودانها بتنام بيجي عليه وقت اللي هو التسنين، بيبقى الاكل كمان ضعيف، الرعايه ضعيفه، مع التسنين بيبقى فيها مدام في الكلب، فده بيسبب الودان. فاهم حاجه وقت التسنين ده ان انت تهتم بالغذاء بتاع الكلب، تهتم بالفوائد اللي بتخش جسمه، تهتم بالحاجات دي كلها. طبعا الحاجات ديت هتفيدك في جسم الكلب كمان لما يكبر. السؤال اللي بعد كده محمد بيقول لي احلى كابتن، متابعك من زمان وببعت اسئله كتير وما بتردش ورد عليا، عينيا يا ابو حميد. وسؤال كمان عندي، انتهى بيتبول جوزتها في الحيضه الثانيه في اليوم ال 12. انا زي ما قلت لكم يا احمد، انا ما بنقتنعش بموضوع اليوم ال 12 واليوم ال 13 وعدد الايام، انا بنقتنع بلون الدم، تمام. وعديت اليوم ال 13 واكدت مره في اليوم ال 14 وبعدها بيومين لاحظت دم خفيف، يبقى كده الكلبه ما مسكتش ولا ايه؟ يا كابتن رد وما تطنش زي كل مره، عينيا يا ابو حميد. بص يا احمد، اول حاجه المبدا غلط، المبدا غلط.
ليه؟ المبدا غلط، لان دلوقتي يا احمد انت المفروض ان انت بتجوز على لون الدم. انا ماشي بالنظام ده، فحاول تمشي زيي وجرب. بنعمل ايه؟ اول حاجه النتايج عندي بتحيط، الدم بيبقى لونه احمر زي دم الجرح كده، تمام؟ بنسيب الدم ونتني يوم نتابعها، النهارده نبص عليها، نفوت بكره ونبص عليها بعد بكره، نفوت بعد بكره ونبص عليها بعد بعده، نتني متابع النتايج كل فتره نبص عليها بمنديل ورق حتى، تمام؟ لحد ما نلاقي لون الدم بقى اللون الوردي الشفاف خالص. من هنا بنبدا نجوز، بنجوز جوازه النهارده ونفوت يومين وندي الجوازه الثانيه، بنجوز جوازه الثانيه ونفوت يوم وندي الجوازه الثالثه طالما الكلب بتاعك. طبعا لو مشيت على النظام ده كلبتك هتشيل تمام التمام، مفيش اي مشكله. ما تستناش لما كلبتك تخلص دم خالص وتبدا تجوزها. طبعا ممكن الكلبه في الحيض بتبدا باللون الاحمر الغامق، تمام؟ فجاه تبص تلاقي الحيض قطع يومين وراجع لون دم وردي، تمام؟ فده بيبقى عباره عن تنظيف وعباره عن تنشيط للبويضات بتاعتها، دي حاجه احنا مش عايزين نتدخل فيها، تمام؟ فانت يفضل كلبتي حاضت ما نجوزش كلبتي الا اول الدم ما يبقى لونه وردي. عود نفسك على الكلام ده، ما تسمعش لحد اللي يقول لك لا انت هنجوز لك الكلب بتاعي هيجيب له ميكروباس للكلب عند فيها دم وفيها كلام من ده. لا 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 لا، الدم اللي هو الوردي ده ما بيأثرش على الكلب في حاجه، والا بالعكس ان بيزود الرغبه وبيزود الشهوه عند الكلب في الجواز، يعني بيخلي الكلب يتجوز وهو مبسوط، تمام؟ انما الكلب انما النتايه لما الدم يروح عندها خالص الكلب بينط، ما فيش رغبه عاليه زي وجود الدم الوردي، تمام؟ فانا عن نفسي بنجوز كلابي كده، وعن نفسي كمان لما حد بيجيب لي كلاب من بره نجوزها له، بنجوزها على النظام ده وما بنقلقش على الكلاب بتاعتي، والحمد لله الكلاب صحتها تمام التمام. السؤال اللي بعد كده محمد سعد كان بيسال فين الفايده اللي في مصارين الكلاب، مش هتفيدهم في حاجه يا كابتن؟ يا محمد احنا ما بنتكلمش في فايده مصارين الكلاب، اللي محمد بيتكلم عن المصارين والمكرونه والحاجات اللي احنا طيبناها مع بعض وعملناها مع بعض. على فكره احنا جينا بعد كده زودناهم شويه لبن، زودناهم بيضه، زودناهم اي حاجه انت ممكن تزودها من عندك، هتلاقي فيه فوائد كتير في الاكل. انت المهم بتعمل للكلاب وجبه بتبقى كلها داخله في بعضيها، ما تعرفش هي ايه، بس المهم تبقى وجبه طيبه، باساس ان هي ما تعملش ميكروب في المعده، باساس ان هي ما تعملش عفونه، باساس ان هي ما تعملش اي حاجه لحد الكلاب دي ما تشد حيلها وتتطعم ونعدي مرحله الخطر بتاعتهم. مرحله الخطر يا جماعه بتاعت الكلب اللي بيتولد معاك لحد 8 شهور، دي مرحله خطر. مرحله الخطر ديت لازم نخاف على الكلب، لازم نهتم بيه، لازم اي حاجه ما نوقفش عليها وما نسيبش الكلب، لان ممكن في اي وقت معرض يجيله بارفو، معرض يجيله ديستمبر. طبعا دي امراض احنا في غنى عنها وربنا يكفينا ويكفيكم شرها يا رب. دكتور محمد مكي بيقول لي كابتن ابو نور انا دكتور من لبنان وانا افتخر ان اتعلم منك، اقبل تحياتي. تحياتي ليك يا دكتور محمد، وتحياتي للبنان، وتحياتي لسوريا، وتحياتي لكل دول العرب الجميله جدا الناس اللي متابعانا، تحياتي لدوله السعوديه، وتحياتي للاخ اللي جه زارنا هنا مخصوص من السعوديه، جاي من السعوديه مخصوص عشان يزورنا هنا، طبعا الاستاذ سعد حسين. طبعا تحياتي ليه وتحياتي للمملكه العربيه السعوديه، وتحياتي للبنان، وتحياتي لكل دول العرب اللي متابعانا على القناه بتاعتنا. ويا رب اي معلومه احنا بنقدمها تكون بتفيدكم ولو ب 5% بس، طبعا دي تكفيني ان انت بتاخد مني المعلومه، مش شرط ان انت تعمل بيها، بس اديك بتفهم من هنا ومن هنا ومن هنا. وبعد كده كفايه التعليقات اللي بتجيلي، احنا جربنا كتير يا كابتن، واللي انت قلته مشينا عليه وهو ده اللي جاب نتيجه، فالحمد لله جدا، وان الناس ديت بتثق في كلمتنا، والحمد لله ان الناس ديت بتقف معانا. محمود حمدي بيقول لي عندي جراوي كوكيجن للبيع، ذكور واناث، اب من روسيا وام واهالي مستورده للتفاصيل. ده محمود يا جماعه مع مشترك معانا على القناه لازم نقف جنبه ونساعده، والله انا ما نعرفوش شخصيا، تمام؟ بس انا شفت التعليق خدته كافاده ان انا نفيد اي حد مشترك معايا واي حد بيكتب لي تعليق. فانا طبعا معنى ان انت تكتب لي تعليق ومعنى ان انت تعمل لي لايك على فيديو او تعمل لي شير عليه او كلام من ده، يبقى معناه ان انا لازم نقف جنبك في اي حاجه انت تحتاجها، تمام؟ رقم محمود يا جماعه بيتكلم بيقول عنده جراوي كوكيجن اللي هي الكوكازي، لو في حد مش عارف يعني ايه كوكيجن، اللي هي الكوكازي للبيع، ذكور واناث، اب من روسيا، تمام؟ وام، اهالي مستورده، يعني جراوي بسم الله ما شاء الله عليه. هو كاتب رقم تليفونه، هنقول لكم على رقم تليفونه دلوقتي، بس في حاجه معلومه يا جماعه لازم نقولها قبل ما نقول رقم تليفون محمود، وهي ان يا جماعه اي حد يكتب على القناه بتاعتنا ان هو بيبيع جراوي او بيبيع وكاتب رقم تليفونه ان هو عنده جراوي او عنده اي حاجه بيبيعها كلاب او كلام من ده، انت مسؤول عن نفسك، يعني ما تجيش تسالني انا تقول لي يا كابتن ابو نور انت اللي بعتني ليه، لا، طالما واحد كاتب تعليق انا ما نعرفوش، تمام؟ فانت مسؤول عن نفسك ان انت تتعامل معاه، انت مسؤول عن نفسك ان انت تشوف حاجته، لان المشترك معايا انا ما نعرفش طبعه ايه وما نعرفش عنده ايه وما نعرفش ايه اللي موجود عنده. فيا ريت تمشي صح ويعرف انت بتتعامل مع مين، ولما تاخد رقم تليفون حد بتشتري منه كلب يا ريت تروح المكان بتاعه، ما يكونش لوحدك، يكون معاك عربيه، ما يكونش لوحدك طبعا، يكون معاك ناس فاهمه في تربيه الكلاب وفاهمه شكل الكلاب ايه، علشان طبعا تبقى انت عارف انت بتعمل ايه.
فهو كاتب رقم الاستاذ محمود، ربنا يبارك له فيهم يا رب، احنا واثقين فيك يا استاذ محمود، بس معلش برضو دي نصيحه بنحب ننصحها للمشتركين بتوعنا. 011 00307879 تمام. طبعا يا جماعه نستكفى لحد كده ونقول لكم تحياتي ليكم وتحياتي لكل الساده المشتركين، يا رب تكون الحلقه دي عجبتكم وتكون فادت ناس، تحياتي للجميع، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وما تنسوش تشتركوا معانا وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.